بنا في حديقة شاهزادة في مدينة مهان بالقرب من مدينة كرمان شرقي إيران. تتمتع إيران بمناخ خاص بها وهو ذو جواذب متفاوتة، والحدائق الإيرانية تحظى بتنوع نباتي وإنشائي في كل مكان من البلاد. من الحدائق الجميلة التي تأخذ بمجامع القلوب حديقة شاهزادة في محافظة كرمان، وهي على بعد 6 كيلومترات عن مدينة مهان، وقد أنشئت بأمر حاكم كرمان في أواخر العهد القاجاري. وامتازت بجمال هندستها، ويتألف مبناها من أقسام مختلفة، منها عمارة المدخل ودار استراحة الملك والحمام. ونظام سقيها وحياضها جديرة بالنظر جدا، وإرواؤها يتم بطريقة الدرجات النادرة.